very important عن عن كل شغله اللي حكيناها. في مثلا لما حكيت ما بعرفش ايش اعمل اصلا انت رفعت ايدك في حدا رفع ايده وتبر بس ال W3 schools هاي الستاندرد اي شيء بدك اياه بابسط من هيك شغله بابسط من هيك لغه بوفرة الاكزامبلز ما بحسبها اوكي يعني مثلا حابب تعرف اكسلنت حابب تتعلم دي دي حابب تتعلم دوم حابب تتعلم اكس اس اس دي اكسباند اكسبيري انا بروح مثلا خلص بعد ما بقدر اقول هذا انت بروبلي نوت دي دي بس ليش اعطيتهم اياه انا؟ لانه ومعمول مأثر للتوبكس اكشولي ليت مي تيك ان اكزامبل ها ليتس تيك ان اكزامبل على اوكي بس باي ذا واي فايرفوكس احلى 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 براوزر بعرف في سين انت بتحب الكروم بروبلي الكروم منيح بس الصراحه فايرفوكس من احلى البراوزرز اللي وفيري ستيبل اطلع على الاكس ام ال اطلع على الجهه الشمال انتدكشن هاو تو يوز تري سنتكس elements attributes validation يعني كل اللي احكي لك اياه اليوم سو حاضر حضر حالك للرجاي تجيني جاهز انا بعثت لكم الايميل دوري بالايميل دوري يعني بعثت لكم كل شيء بعثت لكم كل السلايدز اللي معي وكل اللينكس اللي معي وكل اللي عندي اياه بعطيكم اياه وربما في بعض منكم عنده اكثر مني يحكي اوكي انا ما عندي مشكله as long as we share the amount I'll be successful with it it's very nice بعدين معمولين لكل كتر هذا الكتاب صفحة الواحد من التسعة عشر حتى 11 صفحة 11 صفحة من الحجم المتوسط بشرح لك الزبدة and to the point مش فاهم اي example حتى بتقول كده انك تريت يورسيلف إذا تعال طلع لك على هون إكزامبل مش موجود نشوف هون مثلا مثلا واحد تريت يورسيلف وتقدر تطلع هون خلينا نجرب الـ HTML الهدف انا اوريكم انه learn HTML اللي بيصير HTML somewhere HTML هاي CSS على فكره اللي حابب يتعلم على الكاسكيدنج اللي حكيت عنها ستايل شيتس هاي تعال HTML HTML5 هاي عارفين try it yourself اذا مش فاهم الاكزامبل اذا مش فاهم الحكي try it yourself بقول لك هيو وهي النتيجة، اوكي؟ تجي انت مثلا بتكعكش، اوكي؟ اوكي؟ سبميت كود، اوكي؟ بطلع اذا انت بتكتبه هون بيطلع هون، اوكي؟ So you can learn by trying. فدائما خير الخير لما خلى بلاقي، بعض المرات على فكرة بلاقي انا كثير طلاب بحبوا الاكزامبلز. الاكزامبل بعض المرات بشرح وبعبر عن 100 كلمة حكي من جاست كوبرز. So please use ال هل W3 schools رح تكتبوا اللينك تطلعوا عليه and please يعني go over it وزي ما قلت لكم كل ايتم عباره عن صفحه مع اكزامبل صفحه مع اكزامبل سو عمليه الاشتمال بتقرا انت ب half an hour نص ساعه اوكي طبعا اذا بدك معلومات اضافيه التبس والتريكس بتدفعوا على محل ثاني هو هذا بيعطيك الزبده اللي انت تبدا من فيها اوكي سو تذكروا انه احنا رح بيسكلي اذا تطلعوا حتى اكنه يعني ماشيين على هدول لما اخذنا الاوفلاين بيكوز ذس اكزاكتلي مش رح نطلع مش رح نحكي على الاكس لينك والاكس بوينتر بس يعني بضيرش التواصل واصل يعني اقرا عنهم يعني اوكي انه هون هاو تو ميك لينكس بالاكس ام ال ذا هايبر تكست الاكس باث والاكس كويري عشان تعمل زي اس كيو ال ستيتمنتس على الاكس ام ال فايلز Anyways, we will see it the right time. Okay, let's go over.
بس بتذكر لما حكينا الاكسلنت صراحه بنصدر عادي شو حكي لان صرت انتم فاهمين الزبده يعني ابداع وما بدناش يعني انه بيسكلي انه يو نيد تو باس صح؟ بتذكر قبل شوي لما حكينا وي باس وي اكس ام ال وي باس على الريسيفر وي شو نعطي كمان اكزامبل باي ذا واي انت ما حكيناش عنها تعودوا تشوفوا انتم دائما تاج فاليو سكيب التاج بس انا ممكن تشوفوها هيك ايش هي بيسموها؟ هذا الامتي المنت لما الدوكيمنت مسكره في نفس التاج حتقولي هاي هاي بتساوي دوكيمنت سلاش دوكيمنت يعني فاضي فيش فيها شيء فاختصارا للحكي تو ميك ات سمبلر اكتبوها بهذا الشكل هيسموها الامتي امتي امتي المنت فالالمنت كان بامتي الالمنت كان كونتين فاليو الالمنت كان كونتين المنت اوكي فلاحظوا العشرين من عم نسمي ستراكشر انه قد تجوز مالتيبل فيسز اوكي او مالتيبل اوبشن نفس التالي اوكي هذا شفناه الالمنت الها فاليو وي سي ذات اللي ما شفناه انه الالمنت الها اتربيوت رح نحكي عن اتربيوت كمان شوي هاي طبعا اكزامبل هاي اكزامبل عندك تاج او اليمنت الها قيمه وجواتها كمان تاج الها قيمه تسكير الجوانيه تسكير البرانيه لا سوري تسكير جوانيه اكزامبل فاذا بتسويها كتري عندك دي ال تي 1 هيها هي الهد الها قيمه كونتنت هيو الها ولد اسمه اي ال تي 2 هيو هي الولد الولد له قيمه انا بالكونتنت هيو اوكي فبيسكلي هذا ابو هذا هذا له قيمه اوكي زي ابوك له اسم وابوك له ابن دول انت لك اسم وزائد لك اذا بدنا نتخلف يبقى انت كمان انت اب كمان ولد انسان سو الري ماي كونتينيو ده انا مش اسيبهم بس هذا هو الشكل طبعا اوكي هلا اللي ما شفناه انه تعودنا انه element element قيمه او element ولد بس في شيء اسمه كمان attribute attribute هي صفات ال element اوكي طلعوا كيف بتقول ال element هي في واحد attribute 12 هاي attribute 1 81 12 فراغ 82 كمان قيمه هذه ال attributes لها علاقة فقط في الأمر ممكن تقول مثلاً لو أخذنا الإجابة قبل شوي أبوك وأنت أبوك أوكي هاي اسمه إيش كمان له أتريبيوت عمره مثلاً 60 سنة ومتقاعد أوكي سو إيج ممكن تكون أتريبيوت و بيشتغل ولا بيشتغلش ممكن تكون أتريبيوت بتقول لي ايش عملنا هلا ولا كمان؟ زي اثنين اول اكزامبل اخذنا اثنين ممكن نقسمه لاكثر من ممكن فبيسكلي بس كان ممكن نعمل الايدج از تشايلد فيش بمنعه؟ فيش بمنعه سو فبتيز الاتربيوتس كان ورك از تشايلد المنت اوكي؟ او انه افضل تكون اتربيوت اوكي بس هذا جاست از اكزامبل هلا كيف بيتعبر عنها؟ ELT1 هيو الالمنت إلو إلو أتريبيوتس لاحظوا الأتريبيوتس لا يمكن تكرر أكثر من مرة فالـ ELT1 الأتريبيوتس الأولى لاحظوا لا مش لا تكرر أتريبيوت 1 أتريبيوت 2 مش ممكن تحط أتريبيوت 1 بتساوي شيء أتريبيوت 2 بتساوي كمان شيء It doesn't work that way It's one single mention of the attribute per element أوكي إلها لاحظوا هاي الالمنت في إلها text أوكي وفي لها تو اتريبيوتس اللي هي اتريبيوت 1 12 اوكي ليش بحكي هالحكي؟ لانه عاده كل الاكس ام ال فايلز اذا فتحتوها بكون في شيء اسمه البرولوج او الهدر تبعها البرولوج هو تبدا سنتنس قريبه على فكره ها زي سنتنس كريتي اكبر او اصغر علامه استفهام الفيرج تبع الاكس ام ال يا واحد يا اثنين هلا حاليا اثنين اوكي الانكودينج باي انكودينج مكتوبه بتكون يا ايزو 81 بلا 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 مش عارف ايش بتكون يو تي اف 8 اوكي
والتسكير تسكر نفس الطريقة. كيف فتحت أنت أكبر عن استفهام على استفهام أصغر أو أصغر عن استفهام على استفهام أكبر؟ هذا البرولوج اللي إذا تحطه جوا الدوكيمنت عشان الفارسر ما يفيد المعلومة. إلا أنت إذا هي مدير الاثنين بس الفارسر ما يفيد المعلومة. وجوا عندك إلمنت بس إلمنت واحد بي إل بي في له كونتنت وديسكريبت إلمنت. فعادة بقولوا بهذه الحالة إنه الدوكيمنت هي روت روت إلمنت. وإنه كل الإلمنت الثاني لما تكورة تابعة لروب أو يسمونها دوكيمنت. طبعا بكرة نعمل الثري راح تشوفوا إنه أول واحدة يسمونها دائما الدوكيمنت أو الروت. أوكي؟ حكينا عن سيريلايز، حكينا هون راح نشوف الساكس، هون راح نشوف الدم، راح نحكي عنهم في حينهم. هذا تحكي عادي. أوكي. Entities and references. Okay. The entities كتير مهمة لأنه هي تكون لك الرفرنس بدل ما تعيد الحكي تكرره تعمل اكتب على الرفرنسي. شوفوا هذا الإكزامبل. أذكر هذا البرولوج تعودنا عليه. هذا لحظة مرة الكودينج مختلف. I don't remember this. Okay. أنت لا يعنيك شيء بس قد يعني شيء للبارس. Okay. لاحظوا هنا بعرفوا شيء اسمه doc type. Okay. وجوه الدوك تايب بيعرفوا اشي اسمه انتيتي. لاحظوا الانتيتي ماي نيم هي بلا 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 ماي سيجنيتشر. اوكي لاحظوا ماي سيجنيتشر جابها من فايل تاني حتى ممكن تكون قيمه وتحطها هون او ممكن تكون قيمه ببدا بنحط السيستم بعد تسجيلها من فايل دوت اكس ام ال بكون موجوده مثلا انت اسمك والديسكريبشن رقم تليفونك ايميلك جوالك تمام. اوكي فهلا كل مرة لاحظوا إنه هذا تعرف جوال الدوك تايب إيه، بعد هذه النيم سبيس تبعها تعرف راح يكون جوال إيه، فكل مرة أنت بتنادي التاج إيه، جوال التاج إيه قبل ما تذكرها، ممكن تقول ماي نيم إز تعمل الأمبرسان ماي نيم، طبعا هو لحاله بصير عارف إنه ماي نيم رح بدور عليها بالإنتيتي، بس بعيد عنها بيجو، مش أنت طبعا لأنه هلا هذا شو بي هاندلد باي ماشين، باي باستر، فالباستر بعرف وين رح يجيبها. بس الشيء ماي سيجنيتشر بتقول له هات ماي سيجنيتشر بعرف انه روح ادور عليها زي بالسي بتعرفوا بالسي بتعرفوا السي لانجوج حدا بتفصلها بتعرفوا بدنا على ديفاين ديفاين كونستراكت ديفاين مثلا ماكس اوكي بتقول له ايه فاصل بي اوكي دي عباره عن ايه اكبر من بي على استفهام فهي ايه إلس فهي بي أرى فميلي معنا السنتكس بسي هلا أنت جوا كودك تقول له دائما مثلا I بتساوي ماكس of A B أنت قاعد لك شيء الجهاز لا يعمل له شيء بس لما أنت تاخذ كودك تعمل له كومبايليشن بتنادي على الكومبايلر سي سي أو وات ايفر شو بيعمل الكومبايلر؟ بروح بضل بلاقي ماكس بروح شو هاي ماكس بروح بدور عليها بالديفاينز اذا لقاها بجيب الكود تبعها بحطه محلها واضح؟ نفس الشيء هون هون بس بيطلع بلاقي بقول شو الامبرسان ماي نيم بروح بالانتيتيز بدور اذا بلاقي الامبرسان ماي نيم بحط قيمتها اذا ما لقاها طوالي بيعطيك ايرور الفارس بيعطيك ايرور لانه بقول لك انت عامل ريفرنس لماي نيم ومش لاقيها هاي يسموها الانتيتيز هي ذا ديفاينز يو سي So you should be all familiar with it. And it's easy to understand. Okay? هلا في entities هو اللي معرفة اللي معرفة لاحظوا انه اذا طلعنا على document قبل شوي لاحظوا ببدأ بالأكبر والأصغر. طب انا لو كنت احط استخدمه بالمعادلة الرياضية الأكبر والأصغر بلاش استخدمه. لأنه بصير لأنه الجهاز بفكرها هي فتحة تاج مضبوط؟ إذا بجي بقول له مثلا واحد أقل من اثنين بصير الفارس نصيب الأقل إيه فكرت إيه تاج إيه بقول لك تاج مش مسكر عادي بس هو بيعرفش فإيش لقوا الحل إلها؟ لقوا الحل إنه يعوضوا بالأكبر والأصغر هذه الكي وورد المستخدمة في محلات أخرى يستعيضوا عنها ما فيكش تستسلم البالي فعشان هيك بقول لك إذا أنت تستخدم رياضيا بدك تستخدم الأصغر نادي الأمبر ساين
الفي هي على اليونكس ليست ذان الفي الاكبر جريتر ذان. اذا انت بدك تحط امبرسنت اذا هو شاف امبرسنت وروح فاكرها انتيتي ريفرنس لاي شيء. اذا انت قصدك لا بدك تحط مثلا حنا و باكوس اوكي بدك اياها افرنت تتصايل عنها ب لما شفتوها بكثير محلات الابوستروفي بتعني شيء فالريفرنس ابوست الدبل كود الانفسات كود. فاذا انت بحاجه لهدول الكاركترز قد تصايل عنهم بهذا الريفرنس. اذا بحاجه تحط كومنت بتعرفوا الكومنت الكومنت السي هي هاي اذا بلوك واذا خطر فهي الدبل سلاش بالصحابنا الاكسبل فهي الاكسبلميشن مارك. هذا مش مهم بس يعني انت ممكن تحطهم خطوه نفسيه عاده الاكبر الاكسبلميشن مارك الاكسبلميشن مارك بمعنى انه هذا كومنت حط اللي بدك اياه it will not be passed by the poster بالجهاز زي باي كود انت ممكن تحط كومنت لكن تعني لك شيء قد لا تعني شيء للاخرين. طيب ممكن تحط كمان بعد بعدين اسم الستايل شيت اللي بدك اياها الستايل شيت اللي هي قد تحول لك الاكس ام ال فايل لفايل ثاني بس الستايل شيت بتحط ساعتها مثلا الريفرنس للفايل مثلا اكس ام بي تايب كود اكس ام بي راح اشوف على طول احنا الاكس ام بي فايلز الشيت في مراحل قادمه. Okay. إذا كنت مثلا عندك ملف وعندك شوية تكس وانت خايف وأوردي فيه الأكبر والأصغر والآن وبدك ما بدك إنه البارس يعملها بروسيسنج بأي شكل من الأشكال فيا بتحطها جواك كومنت اللي تقول له ما تقربش عليها يا إما ممكن تحطها جواك شيء اسمه سي داتا سي داتا وتحط كل نفس الكويزات نفسه هذا هو هيبه مثلا يرفع اي شيء بس حطيته جوال زي كومنت تقديم اذا عملت كل البوستر لما توصل لهذا الجزء ما تطلعش عليه سيبه زي ما هو وهو بلاش بعدين يفكرها هذه بدايه تاب وبدا يعترض ويقول لها هاي شكله ريفرنس اوكي فانت ما تقررش عليها هاي هذه جاست ديتا كاركتر ديتا اوكي نرجع التايبنج زي قبل شوي ما حكينا قلنا بالداتابيز انجنز السكيمات بحاجه للتايب الكولوم ممكن يكون انتجر اللي وراه ممكن يكون كاركتر اند سو اون بينما بالاكس ام ال ممكن انت تو امبوز التايب انه مثلا هذا الفاليو الايج از اولويز ان انتجر اوكي وتحط خلص انت تعمل تقريبيا ممكن انت ما تحط فيها اي اوردر تقراها وتعمل التصرف بناء على ما ترى مناسب. فبيسكلي لو وي نيد تو تايب زي داتابيس انجنز ولا نخلي الاكس ام ال بلا تايب بقول لك بيسكلي اتس اب تو يو. بس بقول لك معناته بيسكلي ممكن تحط تايبنج بشكل ريجولر اوكي ممكن تحط تايبس تتغير ممكن تحط كومبلكس تحط كومبلكس تايبس او ممكن تو اجنور التايب بشكل كومبلكس. دكتور يعني هذا يعني له بالداتا بيز علاقه بالداتا. مثلا اعطيك قبل شوي اكزامبل اكزامبل بسيط لو قلنا لك تيبل امبلوي التيبل امبلوي فيها ايج كولون ايج فيها كولون اسمه نيم باركار 16 فاميلي نيم لاحظ التايب لاحظ التايب واضح هذه باركار لا يمكن تتغير بالاكس ام ال انت ممكن تحط بالنيم ريفرنس لشيء ثاني هذا مش موجود مثلا في ال بس ممكن مرة تحط رقم ممكن تحط رقم بس حتى الايج اذا الايج قلت له انت حطيته اوف تايب انتجر لازم تقول له مثلا واحد عمره 35 واحد عمره 34 انت بالاكس ام ال بتحط 34 ونص بل ما فيش تايب so you can enforce the type or you can totally ignore the type فعشان هيك السؤال هو to type or not to type بقول لك it's up to you اذا بدك تحط type والاكس ام ال ميزتها انه انت مش مضطر to stick to a type
Actually, that's its beauty. Okay? اعتقد ان الاكسل فايلز بالاساس العامله بيكوز وي نيد تو ترانسميت ديتا من سند للريسيفر. فالسؤال هو اللي بده يستر الداتا بده يكون عنده طريقه يشيك اذا الداتا اجت صح ولا غلط. شيء بده يشيك؟ هي يسموها داتا فيريفيكيشن. بده يشيك بيست على كونسنت. كيف بده يشيك بيست على كونسنت؟ فجأة اجى فكره الليتل دي مثلا طلع على اكزامبل هون هاي صحيحه هاي صحيحه ولا هي صحيحه؟ هاي فتحت تاج ايه؟ فتحت تاج بي سكرت بي مش مشكله فتحت سي سكرت سي مش مشكله سكرت ايه؟ تمام هاي فتحت ايه؟ فتحت بي مش مشكله سكرت بي مش مشكله فتحت سي مش مشكله سكرت ايه لا مشكلة لأنه شيء بنت الايه لازم تسكر قبل ما الايه تسكر شو هذي غلط هاي فتحت ايه فتحت بي سكرت بي مش تمام سكرت ايه ماشي فتحت ايه اوكي سكرت ايه وين مشكلة هاي ايش هذا سوبر كان I can A B فتحت A فتحت B سكرت B سكرت A فتحت كلام الرأي طبعا I can repeat that سكرت A is not watched